زحام، قطارات ممتلئة وانتظار مزمن. لا شيء يزعج سكان برلين أكثر من ذلك. لا يقتصر الأمر على العاصمة فقط، فالاختناقات المرورية باتت مشكلة في كثير من المدن حول العالم. التقنيات الذكية قد تساعد في تنظيم فوضى المرور. كيف ذلك؟ موضوعنا اليوم في كليك. السيارة وسيلة النقل الأساسية لدى كثيرين، لكن عواقب ذلك وخيمة. بغض النظر عن مشاكل تلوث الهواء والدمار البيئي، فإن الاختناقات المرورية في تزايد مستمر. في باريس مثلاً يبلغ متوسط ساعات الانتظار 165 ساعة سنوياً. تخيلوا، نحو أسبوع كامل في الازدحامات، وقت ثمين يذهب هدراً حتى الآن على الأقل. في سيارات ذاتية القيادة يمكن استغلال ذلك الوقت بشكل أفضل، كتعلم الفرنسية مثلاً. ولكن إلى ذلك الحين يبقى الإنسان نفسه أكبر تحد أمام مطوري السيارات ذاتية القيادة. تعتمد السيارة على حواسها وتتحكم في سيرها بنفسها. حالياً تتعرف السيارات ذاتية القيادة على البشر أثناء السير على الطريق بفضل مستشعرات مختلفة، لكن فقط بوصفهم أجساماً متحركة. لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يمكنها حساب كل احتمالات السلوك غير القابل للتوقع من المرة. شركة التكنولوجيا البريطانية Humanizing Autonomy تعمل على تطوير نماذج للسلوك البشري في حركة المرور وتدريب السيارات على تلك البيانات. البشر كائنات معقدة للغاية. نماذج حركاتهم في المدن خاصة مسألة لا يمكن للخوارزميات العادية التنبؤ بها، لذلك نعمد إلى جمع خبرات من علم النفس السلوكي وبيانات إحصائية وبرامج ذكاء صناعي. كما أن من المهم بالنسبة للمرة أن يتعلموا التواصل مع السيارات ذاتية القيادة، فالتواصل البصري أو إيماءات اليد لا تتفاعل معهما السيارات. لذا يعمل المطورون بدلاً من ذلك على تطوير واجهات بينية في السيارات تظهر للمرة ما إذا كان يسمح لهم بعبور الشارع، وذلك عبر إشارة ضوء في ماسحات المطر مثلاً. لكن المشكلة هي أن سلوك المرة وطرق تواصلهم تختلف بحسب البلد. في مدينة ميونخ مثلاً، لا أحد يعبر الشارع عندما تكون الإشارة الضوئية حمراء، لكن في مدينة كلندن يحدث ذلك طوال الوقت. الجانب العظيم في السيارات ذاتية القيادة اليوم هو أن لديها ما يمكن تسميته إدراك ثقافي اعتماداً على مكان سيرها. هدفنا هو تطوير نموذج يتلائم مع ثقافة كل منطقة. بعدها يجب أن تلتزم السيارات ذاتية القيادة بها بحسب ثقافة المنطقة التي تسير فيها. هناك الكثير مما ينبغي على المطورين فعله، لذلك يلتقي الخبراء من أرجاء العالم بشكل منتظم للحديث عن مستقبل التنقل، كما هو الحال هنا في برلين في معرض التقنية IFA. موضوع النقاش المركزي هو كيف ستبدو سيارات القيادة الذاتية، وعلى الأخص ما هي المجسات المطلوبة لاستشعار أفضل لمحيط السيارة. مدير شركة تسلا إيلون ماسك طرح في هذا المجال نظرية غريبة، دعونا نلقي نظرة أقرب على هذه التصورات. تستخدم السيارات ذاتية القيادة حالياً الكاميرات والأمواج فوق الصوتية والرادار وما تسمى مستشعرات ليدار، وذلك لتطوير قدرتها لمعرفة المحيط الذي تسير فيه. نحن بحاجة إلى هذه المستشعرات المنفردة، لأن الرادار ومستشعرات ليدار تستطيع حساب بعد الأجسام عنها جيداً، لكن المشكلة هي أن دقة الصورة ليست جيدة بما يكفي لكي تتيح لنا التعرف على ما يرغب شخص ما في عمله في تلك اللحظة. الكاميرات هي أفضل وسيلة طبعاً والأكثر دقة التعرف على سلوك الأشخاص، أي هل هم مثلاً بصدد عبور الشارع أم لا؟ أفضل الشركات الصناعية تعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا ليدار. ترسل المستشعرات الموجودة في السيارة الملايين من نبضات الليزر في الثانية، وهذا يوفر للسيارة صورة دقيقة وثلاثية الأبعاد للأجسام. لكن مدير شركة تسلا إيلون ماسك أثار مؤخراً ضجة بتصريحاته التي قال فيها إن مستشعرات ليدر باهظة الثمن وغير ضرورية، وإن الكاميرات والرادارات وأنظمة الذكاء الاصطناعي تفي بالغرض. تستخدم شركة تسلا أنظمة رادار فقط يجري قياس بعد جسم ما وسرعته اعتماداً على موجات الراديو. من تلك البيانات وصور الكاميرا يتمكن برنامج الذكاء الاصطناعي من الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد للمحيط. تكمن الصعوبة في أن معلومات الكاميرا لا توفر معلومات عن المسافة بشكل مباشر،
كما أن دقة الرادار ليست عالية، وكل هذا يعني أننا بحاجة إلى مصدر معلومات آخر للتنقل بشكل آمن بالسيارة. السؤال هو، هل يمكننا التنازل عن درجة أمان أفضل بسبب ارتفاع الكلفة؟ بالتأكيد لا. أرى أن على التنقل بالسيارات ذاتية القيادة أن يكون آمناً بأفضل شكل ممكن، وهنا يجب علينا استخدام المستشعرات أيضاً. على فكرة، في عام 2030 ستكون واحدة من بين كل 10 مركبات سيارة ذاتية القيادة حسب توقعات الخبراء. بعض النماذج موجودة اليوم مثل هذه الحافلة في فلوريدا. أثناء جائحة كورونا فإن للسيارات ذاتية القيادة منفعة إضافية وهي تقليل خطر العدوى. هذه كلها مقدمات للسيارة ذاتية القيادة الفعلية والتي يدخل الشخص فيها وجهته ويشغل المحرك ويسترخي. لكن هل نريد فعلاً ترك المقود للسيارة؟ وهل نشعر بالأمان؟ من هو السائق الأفضل، الإنسان أم الروبوت؟ أعتقد أن الإنسان سائق جيد جداً، لكن الآلات أفضل، ليس لأنها تقود بشكل أفضل في كل الظروف، ولكن لأنها منتبهة دائماً. الناس تنشغل بهواتفها وبالمأكولات أحياناً، هذه هي المشكلة. لا يعني ذلك أنه يقود بشكل سيء، ولكنه ليس منتبهاً دائماً، والآلات تتم برمجتها بطريقة تجعلها منتبهة دائماً. لهذا السبب هي الأفضل على المدى الطويل. من الواضح في الوقت الحالي أن الإنسان هو السائق الأفضل والآلة داعم جيد، خاصة في حالات الطوارئ، ولكن الإنسان أفضل حالياً والآلة ستكون الأفضل في المستقبل. ميزة النظام الآلي هي أنه نشط دائماً ولديه رؤية شاملة وثوابت، خاصة في المدينة. والثوابت هي كيف هو الوضع؟ ماذا يريد الإنسان هناك؟ ماذا يريد سائق السيارات الأخرى؟ يمكن القول في الوقت الحالي البشر بالتأكيد، خاصة في المدينة، ولكن الناس يرتكبون أخطاء أيضا وقد تؤدي إلى حوادث مميتة. لذلك أنا واثق من أنه في المستقبل سيكون لدينا أنظمة آلية، وهذا سيجعل المدن أكثر أمانا وممتعة للجميع. روبوت يقود السيارة أفضل مني؟ لا يمكنني تخيل ذلك. الذكاء الاصطناعي له فوائده طبعا، فهو لا يتعب ولا يفقد تركيزه ويحافظ على هدوئه دائماً. لا يمكنني قول ذلك عني للأسف، لكنني أستطيع تمييز شخص حقيقي من صورة على لوحة. السيارات ذاتية القيادة لا يمكنها وحدها حل مشكلة المرور في كثير من المدن، يجب أن تضاف لها تقنيات أخرى مثل برامج تحدد حسب المكان والزمان والتفضيل الشخصي أفضل الطرق للوصول إلى وجهتي بالضبط وبشكل أكثر رفقاً بالبيئة. فريق من خبراء معهد فراونهوفر يعمل على ذلك بالتعاون مع علماء أوروبيين آخرين. تيم هو نظام ملاحة ذكي للجميع، سواء كانوا سائقي سيارات أو دراجات أو حافلات أو شاحنات. ينبغي لتيم التحكم في كل حركة المرور وتأكد من وصول الجميع بشكل أسرع. لا يوفر نظام الملاحة معلومات حول الاختناقات المرورية فحسب، بل يقدم أيضاً توصيات مباشرة أثناء القيادة. مثلاً، يظهر للسائقين السرعة التي يتعين عليهم الالتزام بها للحاق بالضوء الأخضر. التحدي الحقيقي في إدارة حركة المرور هو معرفة الحاجة، أي معرفة متطلبات أولئك الذين يرغبون في الانتقال من النقطة ألف إلى ب، وجمع ذلك بطريقة ما مع ما هو ممكن في حركة المرور. ويمكن تخيل تفاعلنا بشكل أكثر ديناميكية مع التقنيات الجديدة. يرسل تيم البيانات أثناء التنقل إلى مراكز إدارة حركة المرور، وبهذه الطريقة يمكنها الاستجابة على الفور لأوضاع المرور المختلفة، ويمكنها ضبط مراحل إشارات المرور وحدود السرعة وتغيير جدول مواعيد الحافلات في وقت قصير، ومنح حركة مرور الشحن الإذن بالانتقال إلى مسارات الحافلات غير المستخدمة، وغير ذلك الكثير. ويجب أن تظهر هذه القرارات في مشهد الشارع على الفور. عندما أقول أن توجيه المسار ديناميكي للغاية، يجب أن أفكر في شيء به مصابيح LED أو ما شابه، وما الذي يمكنني إحضاره إلى الحيز لجعله ديناميكياً. إشارات المرور الافتراضية ستكون شيئاً من هذا القبيل. إذا كانت هناك العديد من السيارات على الطريق، سأحتاج إلى إشارة مرور، ولكن إذا لم تكن هناك سيارات في الطريق، سيظهر ذلك لوسيلة النقل المعنية فقط. إذا ما قادت تلك التصاميم إلى توتر أقل في شوارع برلين ومدن أخرى، فلا مانع من المزيد. لكن بصراحة، تحت عنوان مستقبل التنقل، كنت أتخيل أمراً مختلفاً. كنت أتمنى سيارات تطير، مثل تلك التي ظهرت في فيلم The Fifth Element. لحسن الحظ، هناك أبحاث في هذا الاتجاه. إليكم 3 مشاريع رائدة.
فلاي ويل، إطارات ذاتية القيادة مصممة لتحل محل السيارات. يمكن ربط الإطارات معا لتشكيل وحدات أطول كوسيلة نقل جماعية تسير في أنفاق المترو والسكك الحديدية. بالنسبة إلى الميل الأخير، يتم فصلها لجلب كل راكب بشكل فردي إلى وجهته. رؤية المهندس المعماري ماكس فيتالا. أعتقد أن فلاي ويل ليست وسيلة نقل فردية كسيارة، وهي أيضاً ليست وسيلة نقل عام محلية بحتة مثل المترو، ولكنها شيء بينهما، فهي تجمع أفضل ما في الاثنين وتوحدها في نظام جديد أطلقنا عليه اسم نظام النقل الجماعي. سيارات الأجرة الطائرة ذاتية القيادة التي تعمل بالكهرباء ينبغي أن توصل الركاب إلى وجهتهم بشكل أسرع من أي وسيلة نقل أخرى. يريد مطورو فولوكوبتر تخفيف ازدحام الطرق وتقليل تلوث الهواء في نفس الوقت. قطار ينطلق عبر أنبوب بسرعة الصوت تقريباً. إنها فكرة بدأها صاحب الرؤية التكنولوجية إيلون ماسك في عام 2013. يتم تفريغ الهواء من أنبوب نقل بحيث تنزلق كبسولات الركاب عبر الفراغ بسرعات تصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة. يعمل المطورون حالياً على مشاريع هايبر لوب حول العالم، ويمكن بذلك تقليص رحلة تستغرق ساعتين بالسيارة إلى 12 دقيقة. الذهاب إلى العمل سيصبح متعة، لكن هل ستكون وسائل النقل هذه متاحة للعموم؟ أم أنها كما يخشى النقاد ستكون عجائب تقنية متطورة للأغنياء فقط؟ هذا سيتضح مع الوقت، لكن الخبراء حول العالم يعملون على تصاميم لمستقبل التنقل. أتخيل مستقبل التنقل هكذا: للمسافات الطويلة أصعد من شرفتي مباشرة في سيارة الطائرة، وبقية المسافات على دراجة الهوائية. كيف تتخيلون أنتم مستقبل التنقل؟ ما هي أمنياتكم وأحلامكم؟ اكتبوا لنا في فيسبوك ويوتيوب. إلى اللقاء.